محمد صبحي على قائمة الانتظار لقائمة النادي الإسماعيلي. ما هو مش أسباب فنية خالص، لأسباب إدارية. بعد وجودي في القائمة الأولى ووجودي في المعسكر المبدئي اللي هو تكوينه في الإسماعيلية، وبعد كده المعسكر الأخير اللي هو المفروض الرئيسي اللي كان في اسكندرية اللي هيبقى قبل انطلاقة بطولة الدوري، كان في الوقت ده بيستقروا على القائمة الثانية بتقفل. اتفاجئت طبعا في القائمة، في آخر يوم في القائمة الثانية قبل 24 ساعة تم تبليغي اللي أنا هبقى على قائمة الانتظار، والنادي أو الجهاز الفني مش هيعتمد عليا فنيا، رغم اللي أنا كنت بشارك في المباراة الودية ووجودي على رأس الفريق وواحد أنا كابتن الفريق مع زمايلي. وده كان شيء صعب جدا عليا اللي أنا تم تبليغي في الوقت متأخر جدا. لو ما كانش كده النادي الإسماعيلي ما كانش الحاجة فنية لمحمد صبحي، كان مفترض اللي هو يتم تبليغي بانتهاء الموسم المنقضي الدوري اللي منتهي، وعلى أمل اللي أنا أشوف فرصة تانية أو عرض تاني أقدر اللي أنا أشارك في مكان تاني، لأن وجودي في النادي الإسماعيلي شيء إيجابي جدا وحاجة كويسة لأي لاعب. بس أنا الناس اللي تعرفوا أنا لازم أكون في نادي أو في المكان اللي أنا موجود فيه يبقى ليا دور. كنت شايف اللي أنا ليا دوري أقوى ودوري قوي جدا مع الفريق ككابتن الفريق، وثانيا فنيا وجودي في لعبت 10-11 مباراة الموسم اللي فات. ثانيا عدم مشاركتي كان وجهة نظر من الجهاز الفني لكابتن إيهاب جلال، واستمرار محمد فوزي وفوز الفريق لأكثر من كذا مباراة، فكان شيء من الصعب جدا اللي هو يغير، رغم حقيتي في فرص كتيرة جدا وعدة مرات اللي أنا أرجع مكاني الأساسي والطبيعي ما كنتش باخد فرصتي. ده ما قللش من عزيمتي واحترمت وجهة نظر اللجنة الفنية طبعا، الكابتن علي أبو جريشة والكابتن عماد سليمان، التزمت الصمت احتراما لنادية واحتراما لاستقرار الفريق. ما كنتش حابب اللي أنا أكون واحد من هقول اللي يقدروا يعملوا عدم استقرار داخل النادي الإسماعيلي في فترة من الفترات انتهاء مجلس إدارة وتنصيب مجلس إدارة جديد وانطلاقة بطولة دوري. فما ده شيء كان هيبقى هيتنسب لمحمد صبحي بشيء سلبي جدا، اللي كنت هبقى سبب من الأسباب اللي أنا هدور على حاجة شخصية ليا، رغم من اللي أنا الموضوع كان عكسي بالنسبة لي، وأنا يعني ظلمت في اللي أنا اتحطيت في قائمة الانتظار وابتعدت عن شغلي وعن تمريني. احترمت نادية واحترمت زمايلي واحترمت النادي الإسماعيلي أو كياني النادي الإسماعيلي، وفضلت الصمت لحين طبعا تنصيب المجلس الإدارة الجديد. ومشكورين طبعا، هم رجعوني التمرين بعد شهر، وطبعا بعد النتائج المتدنية طبعا، والنادي الإسماعيلي بدأ انطلاقة هقول مش كويسة خالص، وده شيء يعني أثر علينا بالسلب في النتائج اللي بعد كده. في الوقت الحالي هو الموضوع متروك لمجلس الإدارة، وهقول للجهاز الفني بقيادة خوان براون. الراجل شافني في التمرين وانا بتدرب الحمد لله بشكل قوي، وده المعروف والمتعارف عن محمد صبحي، او انا راجل محترف بحب شغلي وبحب تمريني، وانا راجل مكمل سواء في النادي الاسماعيلي او خارج النادي الاسماعيلي، ولن اعلن اعتزالي في الوقت الحالي، لان انا شايف ان انا حابب ان انا اكمل مسيرتي الرياضية ومسيرتي القروية، لان انا بلعب عندي اهداف كبيرة جدا لعناء السماء. مش فترتي اللي أنا ألعب في النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي وهفضل اللي أنا أعتزل. أتمنى اللي أنا أعتزل داخل جدران النادية واللي هو قضيت عمري كله فيه، بس في الوقت الحالي مش الفكرة، مش بفكرش فيها خالص، أكتر ما هو اللي أنا أستمر في الملاعب مش لأطول وقت، لحين اللي أنا أخد قرار أو أبقى مقتنع اللي أنا أعتزل. وجودي على قائمة الانتظار ده شيء إداري، النادي الإسماعيلي أو الفريق ما بيستفيدش مني فنيا، وأنا ما يعني ماليش أي دور. في الوقت الحالي أكيد هيبقى ليهم وجهة نظر أكيد هيتم تبليغي بيها في بداية انتقالات يناير، سواء بالاستمرار داخل النادي الإسماعيلي أو رحيله، هعرف وجهة نظر الإدارة أو اللجنة الفنية سواء أنا مكمل أو هبقى خارج النادي الإسماعيلي. بندم على يعني او حزين على الناس اللي بتعطلني عن شغلي، ده شيء جدا صعب جدا عليا، لاني انا بزعل جدا وبتاثر جدا، لان الموضوع ما بقاش فني اكتر ما هو بقيت بتحس ان الناس بتتكلم معاك بصوره
انها حزينه انك استمرارك ده عامل لهم مشكله او ليهم او انت عندك ازمه بينك وبينهم ازمه. ان محمد صبحي بقى له 20 سنه حارس مرمى نادي الاسماعيلي اساسي او كمل لفترات طويله جدا للنادي الاسماعيلي، وجوده ككابتن فريق، وجود محمد صبحي فنيا داخل النادي الاسماعيلي ودوافعه الكبيره جدا ان هو عايز يستمر ويلعب اساسي، ناس كتير مش مطمنه له، يعني ناس كتير مش حباه، ناس كتير مش عايزه ده. بزعل جدا اللي هم بيكونوا برايي وراي اخر في الكواليس، في حين لما طلب مني اللي انا بشارك، لا انا كنت بشارك والحمد لله بوجه يعني بشهاده الجميع اللي انا اديت الحمد لله بشكل كويس، ما كانش عندي اخطاء اكتر ما الفريق كان هو اللي محتاج مسانده او محتاج تدعيم، مش حراسه المرمى او المشاكل كلها بتتلخص في محمد صبحي. دي الدوافع لازم تبقى موجوده عند الانسان نفسه او الشخص ده. ثانيا نوعيات الحياه هقول الحياه اللي هي بيمارسها اللاعب او حارس المرمى، سواء نومه او اكله او نوعيات التدريبات بتاعته، كل الامور دي كلها بجانب دوافعه واصراره اللي هو يستمر في الملاعب، ووجوده كحارس اساسي او وجوده في الملعب هو ده استمرار اللعب. طول ما حارس المرمى عدم مشاركته وعدم وجوده بشكل منتظم في تدريباته ووجوده في الدوافع اللي هو محطوط تحت عليها، سواء مشاركته مع نادي ووجوده وطموحاته اللي يروح منتخب وكل الكلام ده، ده هيديله أولوية وأفضلية اللي عمره يطول في الملاعب. وعلى سبيل المثال عصام الحضري، على سبيل المثال محمد عبد المنصف، واخرهم انا راجل عندي 40 سنه، عندي دوافع بلا حدود. الناس مش هقول لك انا بتحارب، لا، هي في ناس بتعطلني، ناس ما بقولكش انك يعني ما تساعدنيش بس ما تحاربنيش. مش هقول انا عندي نظريه المؤامره، لا، ده مواقف كتير جدا انا اتعطلت، مواقف كتير جدا انديه كانت بتتقفل لي وانا ما كنتش بروح. فعلى استراتيجيه وتنقلات حراس المرمى في الدوري المصري، لا، شيء مش طبيعي، وارقام فلكيه، والهيستوري بتاع او الخبرات او اعمارهم في الدوري المصري او وجودهم في الدوري المصري، لا، يعني في كلام كتير جدا وعلامات استفهام كبيره جدا، مش على حراس المرمى، على لعيبه. فاتمنى الفتره اللي جايه ان يعني كل المسؤولين عن الرياضه في مصر، اكيد الرياضه في مصر او الدوري وقيمه الدوري المصري وتدوير اللاعبين ووجود اللعيبه وقيمه الدوري والناحيه الفنيه انها هتعلى بشيء من النظام وشيء من كل واحد هياخد حقه، والافضل واللي يستحق هو اللي هيستمر، وهو يستحق القيمة التسويقية بتاعته، أو هو يستحق وجوده في أكبر الأندية، أو هو يقدر يلعب في ليفل A اللي هو المنتخب يعني، أو يلعب للأندية القمة أو الأندية اللي هي دايما منافسة.